أشرف السيد عبد الحميد كاشا المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية من جامعة باتنا واحد اليوم الثلاثاء على تنشيط الندوة العاشرة حول التعرف على وسائل الإعلام للمواطن الحق في معلومة موثوقة، حيث أبرز السيد عبد الحميد كاشا الدور المهم والمحوري الذي تؤديه الوكالة في تغطية الأحداث الوطنية والدولية، حيث تعتبر الوكالة الممول الرئيسي للصحف والقنوات التلفزية والإذاعية العمومية منها والخاصة في الجزائر. كانت الأنباء الجزائرية على غرار وكالات باقي الدول تبث كل الأخبار التي صادرة يعني من السلطات العمومية ومؤسسات الدولة، لكنها توضح دائما بأنها صادرة من هذه المؤسسات، غير أن هذا يمثل أقل من ربع الإنتاج اليومي المتوسط للوكالة، تقريبا 400 برقية في اللغتين العربية والفرنسية، زيادة عن شريط بالإنجليزية، ومنذ سنة وأكثر من سنة شريط آخر باللغة الأمازيغية. وأفاد المدير العام للوكالة أنها ستشرع في غضون العام 2017 على إطلاق وسائط معلوماتية جديدة من أجل إثراء وتنويع مواقعها الإلكترونية وشريط أخبارها، حيث اعتبر أن رهان الوكالة حالياً ينصب أساساً حول عصرنة وتطوير طرق العمل. qui complète ou qui porte à un niveau supérieur tous ces éléments du multimédia, à savoir le texte évidemment, mais la vidéo, l'infographie, etc. Nous avons des sites de région et nous envisageons de lancer dans les 3 mois à venir un site pour la jeunesse et le sport, sachant que le sport est l'intérêt numéro 1 des jeunes sur le net et du grand public sur le net. Et وكما أشاد بدور الوكالة في إيصال المعلومة إلى زبائنها باحترافية من حيث المحتوى ومصداقيته ومصادر الخبر دون أي تحيز أو تعليق.